ماذا تعني عبارة النساء ناقصات عقل ودين؟ انتشر بين عامة الناس قول أن النساء ناقصات عقل ودين، وهي تطلق في غالب الأحيان على من أقدمت من النساء على فعل أمر خاطئ أو للتقليل من شأن المرأة والاستهزاء بها والسخرية منها. واحتجوا بقولهم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذلك في حديث وارد عنه في كتب الحديث العديدة. فاتهم علماء الحديث أنهم لم يتركوا شيئا في السيرة النبوية الشريفة إلا وتم شرحه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام للنساء من حوله عندما بدا عليهن الاستغراب والدهشة، فكيف يكن ممن ينقصن عقلا ودين وهن العابدات لربهن؟ فبين لهن رسول الله أن نقصان العقل والدين المقصود من الحديث هو أمر يتعلق بخلقهن وليس لسوء ألم بهن. في الفيديو الآتي بيان للحديث الشريف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح له وما المراد من قول ناقصة عقل ودين. الحديث الوارد في نقص العقل والدين. أصل هذه المقولة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو سعيد الخدري الوارد لدى البخاري في صحيحه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى، فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، قال: يا أيها الناس تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أراكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها، أوليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك. فقال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة عبد الله بن مسعود. قال: نعم، ائذن لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. شرح الحديث. بين رسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قوله ناقصات عقل ودين للنساء بعد أن كثر السؤال عن نقصان العقل والدين، وكأنه خفي على النساء ذلك، حتى سألنا رسول الله: ما هو النقصان في العقل والدين الذي تحدث عنه رسول الله؟ نقصان العقل أي أن المرأة كثيرا ما يصيبها النسيان، ويصعب عليها تذكر بعض من الأمور التي تمر بها في حياتها، ولذلك تحتاج المرأة إلى من يذكرها ما مر بها سابقا وما فاتها تذكره من أحداث. ولذلك كانت شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، ذلك أن المرأة الأولى تذكر الثانية. فالمرأة معروف عنها بقلة ضبطها، وهذا هو المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقصان العقل. أما في حديثه عن نقصان الدين، قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين أن المرأة تمكث الأيام والليالي دون صلاة أو صوم في شهر رمضان بسبب الحيض والنفاس الذي يصيب المرأة، فيفوتها أجر هذه الأيام وثوابتها. في الوقت الذي يكثر فيه الرجل من العبادة في هذه الأيام، فهي مقارنة مع الرجل تنقص عنه في الأجر.